يبدو أن شظايا الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أو أصابت حياة المصريين، وانعكست موجة غلاء يزداد لهيبها يوما بعد الآخر، وتطال معظم السلع الأساسية والاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن في غذائه اليومي. فمن الزيادة المضطردة في أسعار الطاقة عالميا في ظل الاعتماد على استيراد 40% من الاحتياجات النفطية، ومع ارتفاع أسعار القمح الذي يمثل عصب الغذاء بالنسبة للمصريين، تتراكم الضغوط وتنال هذه المرة قسطا وافرا من الخوف بالنسبة للحكومة والشارع على حد سواء. فالحكومة لا تملك رصيدا أكثر من 10 مليارات جنيه تقريبا في باب المخصصات الطارئة بالميزانية الحالية لمواجهة زيادة الأسعار، وتحتاج إلى مضاعفة المخصصات المرصودة للعام الحالي، بما يتطلب لجوئها إلى مزيد من القروض لمواجهة توابع كارثة الأسعار والنفط العالمي. الزيادات المضطردة في أسعار السلع الأساسية تأثرت بهذه الاضطرابات، وتسكب مزيدا من الزيت على نار الأسعار التي ألهبت ظهور المصريين ليتصدر غضب الغلابة حديث الشارع، تعبيرا عن العجز في مواكبة موجة الغلاء وتوفير أبسط مقومات طعام الأسرة البسيط. على أن الأزمة التي تبدو في ظاهرها اقتصادية إنما تعبر عن معضلة جوهرية في أجندة النظام التي قامت على دعامتي الضرائب والديون، ولم يعد أمامه غير الاعتماد عليهما لمواجهة تداعيات الحرب، ليبدو كمن يطلق النار على قدميه وهو يسعى للخروج من مأزقه. في قصة اليوم مشاهدينا نتابع تداعيات موجة الغلاء الجديدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ابقوا معنا.